طبعا انت عارفه مين اللي بيكلمك؟ الخبير مرتي خشبه. برافو عليك. وطبعا انت عارفه منين جات لي تسميه خشبه؟ لا طبعا. برافو عليك. انا قلت افرضي انك مسكت في ايدك سلك فيه تيار كهربائي. ايوه. وفي ايدك الثانيه خشب. هيجرالك حاجه؟ لا طبعا. هو ده دوري بالظبط في الوزاره يا فاطمه. شفت اسلوبي؟ البعض للاسف ينتقدني على اساس اجيب خبراء ومستشارين من الخارج يظنون الكفاءه ما تتوفر الا للي عنده معايشه للبيئه. الحين بذمتك شرايك بهذين؟ صراحه طاقاتهم نادره. صحيح توهم جايين تهريب. لكن فكرهم عن واحد عايش هنا 100 سنه. شايفه سيادتي؟ شو اشوف استاذ؟ المزايا اللي فيك؟ مثل شنو؟ لا دريتك. الله، الحين انت قلت شيء علشان اعرف مزاياك؟ لا انت مستقصداني ولا ايه؟ شايفه؟ شو اشوف؟ شوفي 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 شنو؟ انت طالعي؟ شو طالع؟ ماني شايفه شيء. شايفه؟ علشان تعرفين شايفه؟ كلها ثقافه. وبلش الاقي ناس عبط عايزينهم انا؟ لا